حكم الاتيان بجزار لا يصلي لذبح الأضحية. إذا سمى الله الذبيحة تحل، ما سمى الله لا تأكل من ذبيحته. سم الله أنت لا تأتي به أصلا، يعني لا يصلي ولا يسمي الله عمدا، لا تأكل من ذبيحته ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، وإن الشياطين لا يحون إلى أوليهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.